هل مصر ممكن تتوقف عن العمل، تتوقف عن الإنجاز، تتوقف عن الحلم؟ ما هو من غير ما هنحلم مش هنعمل حاجة. يعني أي حاجة في حياتك هي لازم الأول تبدأ بحلم. طفل صغير بيحلم يبقى طبيب، بيحلم يبقى مهندس، بيحلم يبقى طيار، بيحلم يبقى ضابط، بيحلم يبقى مذيع، بيحلم يبقى لعيب كورة، بيحلم يبقى ممثل، ده حلم وبيفضل يجري وراه. فما بالك بالدول، هي كمان الدول ليها أحلام وليها طموحات. طيب وما بالك بمصر العظيمة العريقة، البلد اللي هو أكبر وأقدم وأهم بلد من حيث حضارته وتاريخه وتراثه في العالم. طيب وهل مصر تستحق أنها تكون نمرة واحد على الدنيا؟ طبعا تستحق، ونص على الدنيا. أنا مش بكلمك بقى على المحيط الإقليمي أو القاري أو لا لا لا، على الدنيا. ومصر تمتلك هذه المقومات. فبدأنا نحلم من 2014، أنه لو تفتكر الرئيس قال مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وإحنا ماشيين في الخط ده وما بعدناش عنه، وبنخلص حلم ونحققه ونخش على الحلم التاني. طيب قرارات العلاج على سبيل المثال، هل أنت كنت تتصور أنه في وقت من الأوقات أنه وإحنا بنقضي على الطوابير بتاعت قوائم الانتظار وبنشتغل على ده، أنه تخش في مرحلة ما أنك تدي قرار العلاج بفيديو كونفرنس؟ ما بقتش المسألة انه روح يا سيد وتعالى يا سيد واطلع الدور ال17 وانزل الدور السادس وروح لمدام فلانة وروح لأستاذ فلان وكلم الدكتور علان اطلاق. المسألة بقت اسهل من كده. في الملف الصحي بالتحديد انا من الناس اللي بتشوف انه مصر قطعت فيها شوط مهم 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 وكبير. وهقول لك انه من ضمن الاشواط، من ضمن الاشواط كان العلاج على القضاء على فيروس سي على سبيل المثال. ده على سبيل المثال للحصر. وعندك بقى عشرات المبادرات اللي اتعملت، عندك ملايين الناس اللي اتعالجت على نفقة الدولة الى اخره. قربنا جدا ان احنا نعلن ان هذا الوطن جمهورية مصر العربية خالية من فيروس سي الذي طالما فتك بأكباد المصريين لعشرات السنين. تعالى ناخد معانا على التليفون دكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. ازاي بدأنا ناخد القرارات بالفيديو كونفرنس يا دكتور؟ اهلا بحضرتك الاول. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بكل جمهورك الكريم. ربنا يخليك يا دكتور. بقى احنا دلوقتي بنستصدر قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرنس؟ طبعا. ازاي؟ احكي لي. دي خطوة ايجابية الحقيقة. طبعا لازم، يعني اسمح لي ان انا من خلال برنامج حضرتك اشكر دكتور خالد غفار وزير الصحه والسكان على هذه الخطوه الايجابيه وعلى سرعه استجابته لطلبات الساده النواب في مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الحالي. في دور الانعقاد الحالي لجنه الصحه والسكان ولجنه التضامن ناقشنا في اكثر من جلسه الخطوات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على قرارات نفقة الدولة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. وكان من ضمن أهم الخطوات اللي احنا طرحناها أو الحلول اللي طرحناها هو التوسع في استخدام التحول الرقمي، ومن ضمنها ضمن هذه الحلول هو الفيديو كونفرنس. إن أنا أستخرج القرار عن طريق الفيديو كونفرنس، أوفر على المريض وعلى أهل المريض ومرافقيه الانتقال من محافظتهم سواء من أسيوط، من إيه، من الوادي الجديد إلى المجالس الطبية المتخصصة في القاهرة عشان يستصدر القرار. هيف. فأنا بشكر الوزير الحقيقة على الخطوة الحقيقة عشان نكون منصفين. يعني زي ما احنا بننتقد السلبيات لازم نبرز الإيجابيات. وزارة الصحة الحقيقة من أكثر الوزارات اللي خدت خطوات في التحول الرقمي. كثير من خدمات وزارة الصحة دلوقتي بقى موجود على الموقع الخاص بوزارة الصحة. ففي خطوات إيجابية وصوت كبير خدته وزارة الصحة في هذا المجال. هايل جدا. طب دكتور علي، يمكن ده يخليني هاخد بعضي واستأذنك ان احنا نرجع لسنين طويلة فاتت. في ناس تيجي تقول والله يا جماعة احنا عايزين نشوف يا ترى هل مصر فعلا قطعت شوط كبير في ملف الصحة ولا لا. فانا هنا هسأل دكتور علي بما له من خبرة
وبتاريخه هو في هذه المهنة العظيمة، يعني شايف أن مصر قطعت شوط قد إيه خلال الثمان أو التسع سنين اللي فاتوا؟ كنا فين وبقينا فين زي ما بيتقال؟ احنا قطعنا شوط كبير جدا. يعني احنا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول، مبادرة القضاء على الفيروس سي دي لوحديها خطوة كبيرة ما كناش نحلم بيها، ما كناش نعلم ان مصر في وقت من الاوقات تبقى خالية من الفيروس سي. المبادرات الرئاسية الكثيرة، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مبادرة القضاء على التقزم، مبادرة الكاش وبركة على سرطان الثدي، كل دي مبادرات رئاسية كان ليها دور ايجابي كبير جدا جدا في الفترة اللي فاتت. حتى أزمة كورونا اللي عصفت بالعالم كله، الحقيقة مصر أدارت الأزمة بصورة متميزة صح في ضوء إمكانياتنا مقارنة بالدول الأوروبية، حتى مقارنة بالدول اللي جنبينا. فإحنا الحقيقة مصر في قطاع الصحة أخذت خطوات إيجابية كثيرة للأمام كبير جدا. ما ننساش منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدينا نطبقها في بعض المحافظات. الانتهاء مع منظومة التأمين الصحي الشامل ليشمل كل المحافظات، كل المصريين هيكونوا مغطيين تأمينيا بإذن الله. حاليا فقط 60% من المصريين هم اللي بيخضعوا للتأمين الصحي، او اللي بنسميه تامين الصحي الحالي او التامين الاجتماعي. ايوه. وقرارات العجع نفخ للدوله بتغطي ال 40% الباقيين. والحقيقه الدوله لا تقصر اطلاقا في موضوع قرارات العجع نفخ للدوله. احنا في الست شهور اللي فاتوا خدنا عملنا 1,800,000 قرار العجع نفخ للدوله بتكلفه حوالي 9.5 مليار. اوه رقم لازم رقم الجميع طبعاً يتوقف عنده رقم. والحقيقه برضو يعني لازم نشير الى ان الدوله لا تبخل اطلاقا في مجال الصحه. يعني قرارات العجل نفخ الدوله تشمل تدخلات جراحات مختلفه جدا، تغيير مفاصل، جراحات قلب مفتوح، وبتوفر ادويه مكلفه جدا، علاجات امراض، علاجات جنسيه، علاجات هرمون غير تقليديه. حتى لو وصل تكلفه العلاج 70-80 ألف جنيه شهريا بيغطى بالكامل قرارات الدولة. صحيح صحيح صحيح. فكده مفيش مصري مش متغطي، مش متوفر له خدمة طبية لائقة. لسه برضو قدامنا كتير، لكن احنا الحمد لله على الطريق الصحيح السليم. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.